بتشريف من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، يرعى معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار غدا الأحد احتفال جامعة السلطان قابوس بتخريج الدفعة 26 من طلابها. الهيئة العامة للطيران المدني تتوقع فرصا لهطول أمطار متفاوتة الغزارة قد تكون رعدية على محافظة مسندم من مساء اليوم وحتى صباح يوم الاثنين، وفرصا لتكاثف السحب على المناطق الساحلية المطلة لبحر عمان. تزامناً مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني 45 المجيد، نظمت المرشدات الدينيات بولاية السويق مؤخراً معرضاً فنياً وثقافياً حمل عنوان فرحة وطن، تضمن عدة أركان منها عمان التراث وعمان التاريخ وعمان القائد. أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة مسقط حكما قضائيا ضد عامل مقهى لقيامه بإعداد سندويتشات من لحم دجاج فاسد به حشرات، قضى بمعاقبته بغرامة مالية قدرها 1000 ريال عماني بالإضافة إلى إغلاق المقهى مدة شهر.